موجز إخباري سريع يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي طلبات الفئات المستحقة للقاحات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام. وكان قد استقبل مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء شحنة لقاح كورونا الصينية ساينوفارما قادمة من العاصمة الصينية بكين، وتشمل 300 ألف جرعة أهدتها الصين إلى مصر. وكانت الدكتورة هالة زايد قد أعلنت تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 86 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي GAVI للأمصال واللقاحات بجنيف، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي. قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين إن الأوكازيون الشتوي لهذا الموسم يضم محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والغربية كأكثر المحافظات المشاركة، موضحا أن معظم التجار مساهمين بشكل جيد مع الوزارة. وأكد أحمد أبو الفضل أن هناك بعض الممارسات المخادعة للمستهلكين، ومنها وجود سعران على قطعة الملابس الواحدة أو عدم وجود فواتير للمستهلك، أو إن تكون نسبة الأوكازيون وهمية ومجملة لأكثر من قطعة، معقبا أن هناك عقوبات شديدة تصل إلى 2 مليون جنيه. تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالأسكندرية وغواصي الخير من استخراج جثتين جديدين من ضحايا غارق مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، وبلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة من المياه حتى الآن 9 جثث. ووفق شهود العيان فإن عدد الإجمالي للضحايا غير معروف، نظراً لوجود عدد من الأطفال على ظهر المركب لم يختر بوجودهما حتى الآن. كما انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وذويهم عن الواقعة التي أدت إلى غرق حوالي 20 شخصاً، حيث تم انتشال 12 شخصاً منهم 5 مصابين حتى الآن. وانتقل فريق آخر إلى مكان الحادث للاستماع إلى أقوال شهود العيان. تشهد الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى. يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء. وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري 17 للعظمى و9 للصغرى. ارتفع الذهب إلى الذروة اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر، حيث بلغ ارتفاع عيار 24 وهو الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 898 جنيها، ووصل سعر الجرام من العيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 786 جنيها. أكد تقرير بريطاني أن نادي كريستال بالاس يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد موقع HITC البريطانية أن نادي كريستال بالاس يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 22 مليون جنيه استرليني أو ما يساوي 497 مليون جنيه مصريا. ولمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع صدى البلد الإلكتروني. حتى نلقاكم مجددا، شكرا لمتابعتي وإلى اللقاء.